اليوم المبادرة رئيس أكبر متنزه في الجزائر، ومتنزه الصابلات، متنزه المتنفس العائلة الجزائرية حتى في 48 ولاية. كان واجب علينا نقوم بالمبادرة هذه. مازالت العملية متواصلة لتطهير مختلف الطاولات اللي يقعدوا فيهم العائلات، الألعاب اللي يلعبوا فيهم الأولاد الصغار. الحمد لله يعني رانا متفائلين يعني بالافتتاح هذا إن شاء الله. اليوم ساهمنا بثمن عمال من مصلحة الطرقات شاحنتين حمولة 250 طن وثلاث صهاريج مائية تفوق سعتها 500 لتر مزودة بمطهرات مادة الكلور ومادة الجافيل. إذا يعني هذا المنتزه هو منتجع، هو رئة للعاصميين، خاصة بعد غلق لكل هذه المرافق أمام المصطفين، أمام المواطنين مدة 7 أشهر.